بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الولاية الفضائية، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم معنا وبرنامج تراثنا. نتحدث اليوم مشاهدينا كما تعودنا عن شخصية أخرى من شخصيات وأعلام مدرسة أهل البيت. نتحدث اليوم عن الملا صدرة، وهو محمد بن إبراهيم القوامي الشيرازي، ويعرف أيضا بصدر المتألهين. في تاريخ ولادة الملا صدرة هنالك عدة روايات حول سنة ولادته، ونستعرض نبذة من حياته وسيرته من خلال الحديث مع ضيف البرنامج الكريم الكاتب والروائي الأستاذ كمال السيد. تحية طيبة لكم أستاذ كمال، والسلام عليكم. عليكم السلام وحياكم الله. أستاذ كمال، اليوم نتحدث عن ملا صدرة، وهو ما يعرف بصدر المتألهين القوامي الشيرازي، الذي يقال عنه بأنه مولود أو شيرازي مولد قمي المسكن أو السكن. يعني كثير من حياته قد انقضت في قم، إلى أن كانت في أواخر حياته عاد إلى مدينة شيراز، ومن ثم تكون نهاية رحلة الملا صدرة في تلك الفترة. كيف نبدأ الحديث عن هذه الشخصية أستاذ كمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. تحية لكم وللمشاهدين الكرام، حياكم الله. بداية، إذا أردنا أن نتحدث عن محمد بن إبراهيم الشيرازي الذي عرف بصدر الدين وصدر المتألهين وملا صدرة أيضا، يجب أن نشير إلى ولادته في أواخر 979 هجرية أو بدايات 980 هجرية في مدينة شيراز، في أسرة ثرية، باعتبار أن والده كان من تجار الكبار، وبعض الباحثين المصادر يقولون بأنه كان وزيرا في بعض، وأنه تسلم منصبا إداريا في الدولة الصفوية. طبعا هناك مدونات تشير إلى، وأيضا أنه أسرة ثرية جدا، وهو الذكر الوحيد كان، نعم، الذكر الوحيد بعد فترة انتظار طويلة. وتذكر بعض المدونات أن والده كاد أن يطير فرحا عند ولادة محمد ابنه. في هذه في أواخر 979 أو بدايات 980 في شيراز، وعندما بلغ 16 من عمره، تشير بعض المدونات إلى أن والده بعثه، طبعا أحضر له الأساتذة وكانوا يدرسونه في بيته، باعتبار أنه رجل متمكن وثري جدا، كان الأساتذة يحضرون إلى بيته في شيراز. بعثه والده في مهمة تجارية إلى مدينة البصرة، وخلال هذه الفترة زار العتبات المقدسة، وقطع زيارته أثر النبأ الذي وصله عن وفاة ورحيل والده، فعاد إلى شيراز. لكن كانت حقيقة شعلة طلب العلم تضطرب في أعماقه، وسلم شؤون التجارية إلى خاله، وسافر إلى أصفهان ليتتلمذ عند الشيخ البهائي، الشيخ نعم بهاء الدين العاملي. وبعض المدونات تشير إلى أنه التقى الشيخ البهائي لدى زيارة الشيخ عباس إلى مدينة شيراز، قبل أن يتتلمذ على يديه التقاه في مدينة شيراز في زيارة الشيخ عباس الذي كان يرافقه الشيخ بهاء الدين العاملي رضوان الله عليه. يعني كان يلقاه بالشيخ البهائي في مدينة شيراز قبل أن ينتقل إلى أصفهان، قبل أن يسافر إلى أصفهان ويتتلمذ على يد هذا الشيخ. قد يكون هو الشيخ البهائي من شجعه مثلا أن يلتحق بأصفهان في الحوزة العلمية، لا توجد مؤشرات، لكنه يبدو تأثر به أيما تأثر، ويعتبر
يعني يعتبر أستاذة قدوة له، خاصة في كثير من البحوث الفلسفية التي لها علاقة بالفيزياء. على سبيل المثال أنه الحركة الجوهرية من إبداعات ملا صدرة، ولدى أستاذه الشيخ بهاء الدين عاملي رسالة في إبطال الجزء الذي لا يتجزأ، وهذا يعد من الآن من كشوفات الفيزياء الحديثة حاليا. كان الشيخ هذه الرسالة، وملا صدرة تأثر بأستاذه كثيرا، وأيضا تتلمذ على مير داماد في دراسة الفلسفة الإشراقية. وأيضا يقال بأنه ما التحق بالمير داماد إلا بتشجيع من الشيخ البهائي في بعض المصادر. ممكن ممكن، يعني قد يكون الشيخ البهائي وجد تطلعات الملا صدرة فحاول أن يتتلمذ على يد المير داماد. ممكن طبعا، من المحتمل قبل أن تصبح أصفهان عاصمة رسمية للدولة الصفوية عام 1006 هجرية، كانت لديه زيارة إلى قزوين باعتبار أن شيخ الإسلام يتواجد هناك، وهو الشيخ بهاء الدين عاملي، وسفراته بين قزوين وأصفهان يعني باعتبارها حاضرتين علميتين ثقافيتين معروفتين ومشهورتين في تلك الفترة. يعني كانت قزوين أيضا كانت حاضرة علمية كبيرة جدا باعتبارها هي العاصمة الرسمية كل فترة حكم طهماسب التي امتدت إلى 54 سنة. وفي عام 1006 انتقل الشاه عباس إلى أصفهان ليختارها عاصمة لدولته الدولة الصفوية التي حققت نجاحات كبيرة على في صعيد استعادة المدن المحتلة والأراضي المحتلة بما في ذلك جورجيا وتبريز ومناطق في غرب الدولة الصفوية آنذاك. طبعا عصر ملا صدرة كان عصر يتسم بالصراع داخل المؤسسات، يعني حتى المؤسسة الفقهية كان هناك جدل حول الغناء والموسيقى، أيضا كان جدل حول وجوب صلاة الجمعة، هناك صراع بين الفقهاء والمتصوفة. اتسم بالصراع حقيقة، وملا صدرة دخل في هذا المحترك خاصة أثناء فترته تواجده في أصفهان، وحقيقة يعني حقق تقدما كبيرا في مجال الجمع بين الفلسفة المشائية والإشراقية. يعني هناك المشائيين طبعا كانوا يشطبون على كل المعارف التي تأتي عن طريق الإلهام، لا يعترفون بالإلهام أبدا، كما أن المتصوفة كانوا يعادون الفلاسفة، الفقهاء أيضا موقفهم سلبي أيضا من الفلسفة، لكن ملا صدرة انتهج طريقا خاصا به وسماه المنهج، وجمع استطاع أن يجمع بين الشريعة والحكمة أو الفلسفة. ولذلك يقول العلامة المظفر أن كتاباته الفلسفية تفسر الدين كما أن الدين يفسر الفلسفة. طيب لماذا رفض الملا صدرة في المجتمع في تلك الفترة عندما طرح الفلسفة؟ هو طبعا هناك فكرة وحدة الوجود التي طرحها ملا صدرة، وهذه أثارت غضب الفقهاء وطبعا هاجموا، وللأسف الشديد الفقهاء أيضا أقحموا الجمهور، أقحموا الناس البسطاء في هذا الجدل، وحتى صدرت أيضا لا نقول فتاوى لكن هناك جو ضد الملا صدرة كبير جدا واسع جدا، اضطره إلى أن يترك أصفهان لاجئا إلى مدينة قم، وتحديدا إلى قرية في ضواحي مدينة قم على بعد 30 كيلومتر
تدعى كهك. هل كانت هجرة من مولى صدر أو كان إبعاد؟ لا كانت هجرة. هجرة. كانت هجرة. وأيضا هو يقول طبعا في هذه الفترة من خلال الجهاد النفسي ورياضة النفس انفتح عليه الإشراق ووعى قلبه الحقائق. يعني هناك هو يعتبر أن الحكمة هدفها كشف عن الحقيقة، والحكمة حقيقة هدفها الإنسان الذي يتلقى الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأيضا قوله تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتابة والحكمة. إذا كان طرح الملا صدر كان طرح متطور، وأبناء عصره لم يتحملوا هذا الطرح. طبعا تعرفون أنه مثلا المتصوف كانوا لا يلتزمون بالشريعة، لديهم الطريقة للوصول إلى الحقيقة، هم يعتبرون نفسهم فوق الشريعة ولديهم طريقة ثم يصلون إلى الحقيقة. هناك فهم وقناعة كامل لدى المتصوفة في إمكانية الوصول إلى الحقيقة عن طريق التصوف والعرفان وهذا الجهاد. لكن كان مولى صدر يتمسك بالشريعة ويحاول التطبيق بين الشريعة والدين، الشريعة والفلسفة. يعني نشير إلى مثلا محاولة الفيلسوف الكندي، كفيلسوف كان يشتغل في تأليف كتاب تناقضات القرآن الكريم، وللأسف الشديد كان يعمل بجد في هذا الحقل، وهو حقل خطير، حتى أن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه نبه أحد تلامذة الكندي على هذا العمل: أليس لفيلسوفكم وأستاذكم عمل غير التأليف في هذا الحقل مثلا؟ وأورد هذه الإشكالية التي أوصلها تلميذه بطريق غير مباشر، والرجل أيضا تفهم هذه الإشكالية وأحرق مؤلفه في موقد، وكانت ليلة شتائية. يعني تناقضات القرآن جهد فلسفي من الفيلسوف الكندي للكشف عن تناقضات القرآن، يعني كان موقف ضد الدين، هذا واضح جدا. ولذلك أيضا الفيلسوف الكندي فقد حماسه للفلسفة، لأنه لا يقوده إلى نتائج يقينية. الفلسفة كان يطمح إلى فلسفة تقوده إلى نتائج يقينية. الملا صدر اشتغل على هذا الحقل ووضع الفلسفة في مسار ليس تراكمي للتصورات الذاتية فقط. الفلسفة الآن هي مجموعة تصورات ذاتية، لكنه وضعها في داخل إطار الديني، واستطاع أن يجعلها في إطار تقوده إلى نتائج يقينية. ولذلك يقول المظفر أن كتبه الدينية تفسر الفلسفة كما أن الفلسفة تفسر كتبه الدينية. يتمسك بالشريعة إلى جانب الفلسفة، وجمع بين المشائية التي هي تحصيل علمي. طيب، إن كانت الفلسفة لا تعارض المسائل الشرعية، لماذا رفضه الفقهاء في تلك الفترة؟ قبل قليل ذكرتم بأن الفقهاء قد جيشوا أو حتى الشارع. نعم، يعني حتى الجمهور تذكر بعض. إن كانت الفلسفة لا تعارض الدين ولا تعارض الشريعة، لماذا انتهج بعض الفقهاء هذا المنهج في العداء للملا صدر؟ كان هناك موقف ضد الفلسفة، كان هناك موقف من الفقهاء ضد التصوف وضد الفلسفة. كان يعتبرون، يعني يعتبرون الفلسفة جزء من المتصوف مثلا. نعم، باعتبارها آراء ذاتية خارج عن نطاق الشريعة. والحقيقة أنه فقط عن طريق الوحي والأنبياء والرسل، لكن جمدوا على الفقه، في حين لدينا أحاديث كثيرة جدا وآيات تدعم التوجه العرفاني والجهاد النفسي. جهاد النفس والجهاد الأكبر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العلم نور يقذفه الله في قلب المؤمن. ولذلك هو في كتاب أسفار الأربعة ألفه في كهك في هذه القرية في ضواحي قم، واعتبر أنه ما أنفقه من عمره في التحصيل البحثي كان ضياع حقيقة. ندم عليه. نعم. وحتى بعد هجرته إلى شيراز، عودته إلى شيراز بعد هذه من ذا عصيته،
هو أيضا ندم على عودته إلى مدينة شيراز للتدريس، لأن الأستاذ الذي استقبله كان حاكم مدينة شيراز، هو الذي استقبله وأسس مدرسة باسمه، لكن سرعان ما توفي وجاء حاكم آخر فسح المجال أمام الفقهاء للهجوم عليه وانتقاده، ما اضطره إلى مغادرة شيراز مرة أخرى. ولكن في قبل رحيله كان في أواخر حياته كان في منطقة شيراز. نعم كان في منطقة شيراز، لكنه هاجر ثم عاد، يعني كان حقيقة كان يشعر بالألم، وكتب في بعض مدوناته ما عاناه من جمود الفقهاء على الفقه فقط، ومحاولتهم الوصول إلى الحقيقة عن طريق الفقهيات. هو أيضا ينادي بالفلسفة الإشراقية والمشائية، ولذلك يذكر بعض المؤرخين بأنه الطرح كان قد يكون أكبر من حجم أو استيعاب يعني هم الفقه في تلك الشديد الفترة أو الفقهاء في تلك الفترة. كان هناك نوع من الجمود، يعني نوع من التعصب، حقيقة نوع من التعصب، ولذلك كان هناك صراع مرير جدا بين المتصوفة والفقهاء. وحتى القزلباش المؤسسة العسكرية ساندت التصوف والمتصوفة، لأن الحركة الصفوية التي أسست الدولة الصفوية حقيقة حركة صوفية، صوفية كانت بداية الأمر. نعم. ثم جاء الفقهاء ليملأوا الفراغ القانوني والحقوقي. هذا الحوار، نتأمل في هذا الحوار بعد انتهاء معركة الجمل، حرب الجمل سنة 36 الهجرة في جماد الثانية، بين الإمام علي سلام الله عليه وكميل بن زياد. كميل بن زياد بالمناسبة نقل الدعاء المعروف هو دعاء الخضر العبد الصالح، المعروف بدعاء كميل. نعم دعاء كميل عن الإمام في هذه الفترة في مسجد في البصرة. الإمام قرأ هذا الدعاء وهو ساجد، ودونه فيما بعد كميل بن زياد في هذه الفترة تحديدا قبل توجه الإمام إلى الكوفة لاتخاذ عاصمة. جاءه يسأل، قال: جئتك يا أمير المؤمنين أسأل عن الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ الإمام أجاب: ما لك والحقيقة، في نوع من الاستنكار والردع، ما لك والحقيقة. يقول كميل: أولست صاحب سرك؟ قال: بلى، ولكن أخشى أن يطفح عليك ما يرشح مني، هذا الرشح ربما يغرقك. يعني كانه يشير الإمام سلام الله عليه إلى قدرات محدودة، إلى طاقات محدودة، لا يمكن استيعاب، لا يمكن كل شيء. نعم. فيقول كميل بحزن: أو مثلك يخيب سائلا؟ الله. الإمام عندها يقول له الحقيقة: هتك الستر عند غلبة السر، أو كشف سبحات الجلال من غير إشارة في البداية. يقول له الحقيقة: كشف سبحات الجلال من غير إشارة. يقول: زدني بيانا، عبارة غامضة. قال الإمام سلام الله: هتك الستر عند غلبة السر، قدس سره والسر المستودع فيها، السلام على فاطمة وأبيها وبعدها، والسر المستودع فيه، هتك الستر عند غلبة السر. يقول: زدني بيانا. يقول الإمام عن الحقيقة طبعا: نور يشرق من صبح الأزل، فيلوح على هياكل التوحيد آثاره. يقول كميل: زدني بيانا. يقول الإمام: أطفئ السراج فقد طلع الصبح. يعني انتهى دور العقل الآن، مرحلة الشهود، أطفئ السراج، سراج العقل يرمز به للعقل، فقد طلع الصبح، أشرقت الحقيقة، أشرق النور، مرحلة الشهود. الملا صدرة يعتقد بعد هذه العزلة الطويلة التي أبدع فيها مؤلفاته
مؤلفة هذا الأسفار الأربعة تسمى بفترة الرياضة الروحانية. الرياضة الروحانية، نعم. يقول أنه تلقى الإشراق والوعي والنور خلال هذه الفترة، وشرع يكتب هذه الموسوعة الكبيرة في الأسفار الأربعة التي تصورها بعض المستشرقين أسفار جغرافية، لأنه لم يطلع عليها، تصورها أسفار. وبعض المستشرقين قال إنها أسفار باعتبار سفر، جمع سفر وليس سفر، وحقيقة أسفار سفر، ولكن سفر روحي، سفر ليس سفر جغرافي. نعم، ليس سفر جغرافي، كما أنه ليس أيضا سفر، يعني كتاب جليل وثمين ونفيس، ليس مؤلف نفيس، لأنه يقال الكتاب القيم سفر. نعم. بعض المستشرقين قلت تصورها أسفار جغرافية، وبعضهم اعتبرها كتب قيمة، يعني كتب جليلة سفر. فملا صدر حقيقة أسس تأسيس علمي لقضية الإشراق، لكنه جمع، يعني لم يشطب على الفلسفة المشائية التحصيل البحثي، ولم، باعتبار أن البراهين وحدها لا تكفي أو تقود إلى بعض الحقائق، لكن هناك حقائق تأتي عن طريق الإلهام، وهذا الإلهام يأتي عن طريق الجهاد النفسي، الرياضة الروحية، عندما يتحول القلب إلى مرآة صافية تتلقى النور الإلهي أو الإشراق أو الوعي. الفلسفة بهذا النوع أستاذ كمال، الفلسفة الإشراقية، الفلسفة العرفانية، حتى في يومنا هذا مع تطور العلم والعلوم لا نجد لها هذا الحضور الواسع، قد تكون في بعض الحالات النادرة، يعني قد يكون هذا التخصص من التخصصات النادرة في هذا المجال. يعني هو الفلسفة حقيقة فلسفة لا تقود إلى نتائج يقينية، خاصة الفلسفة المادية، هذا شيء واضح، لأنها تصورات، ولذلك لا تذكر التجارب الفلسفية إلا ما بذكر أسماء الفلاسفة، في حين الكشوفات العلمية تذكر وتسير بخط مستقيم، خط مستقيم واضح، مثل الرياضيات واضح جدا من البداية إلى ما وصلت إليه الآن. أما الآراء الفلسفية والنظريات الفلسفية تذكر مع أصحابه، فكانت يقول كذا، فلان يقول كذا، فيلسوف مثلا نيتشه يقول كذا. نعم. بينما فلسفة ملا صدر تختلف، لأن فلسفة إلهية حقيقة هي نستطيع أن نقول إنها نبع للحكمة، يعني نحن نعترف بالحكمة، الحكمة التي هي معناها كشف الحقائق الوجود، كشف حقائق الوجود. إذن الفلسفة هو نوع من أنواع الإلهام. الفلسفة لا، تصورات ذاتية. تصورات ذاتية. تصورات ذاتية. نعم. لكن عند التزام بالشريعة، لأنه ملا صدر معروف، أولا شرح كتاب الكهفي وفيها حديث أهل البيت ينظر لها بقدسية، يلتزم بها، وأيضا الآيات لديه. نعم. تفاسير كثيرة للسور، سورة الواقعة، سورة السجدة، وسور عديدة جدا، فهو يتمسك بالشريعة. نعم. ويفسر الدين فلسفيا، كما أن الدين يوضح الآراء الفلسفية، يدعم آراء الفلسفية. يعني لدي مثلا ما توصل إليه الفيلسوف الألماني هيجل، هذا بعد أبو الديالكتيك، اللي يقول الحياة تحوي في طياتها الموت، أو تكمن في طياتها الموت، يكمن في طياتها الموت، الحياة يكمن في طياتها، الموت. أيضا ملا صدر يستشهد بالآية الكريمة وهو القاهر فوق عباده، أنا سجلت هذه النص الآية، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. نعم. حتى إذا جاء أحدكم الموت، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الحركة بما هي سبب في بقاء الأجسام أيضا هي سبب في اندثار هذه الأجسام. الحياة كما يقول هذا الفيلسوف تنطوي في فيها، يكمن في طياتها الموت، فالحركة التي هي سبب في بقاء الأجسام هي أيضا السبب في فنائها، وأيضا الملائكة، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة،
حفظة تحفظ الإنسان، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. هذه الرسل الذين يحافظون على الإنسان أيضا هم الذين يتوفون هذه الأنفس. هذه الأنفس. جميل، نتوقف الفاصل أستاذ كمال، مشاهدينا فاصل ونعود إن شاء الله. أنا شيعي، أنا شيعي، أنا شيعي وبالقرآن إيماني غدا نهجا. أنا شيعي ولي حب النبي المصطفى ملجأ. أنا شيعي وفي عشقي لآل المصطفى من جاء. أنا شيعي وهل في غير آل الله من يرجى. أنا شيعي، أنا شيعي ولا أرضى بغير المرتضى حيدا. أنا شيعي يقيني فيه من قطر السماء أكبر. أنا شيعي ولن يثنيني عن عزمي هوى المنكر. أنا شيعي غدا أسقى زلالا من ندى الكوثر. أنا شيعي، أنا شيعي فخور إنني للمرتضى أنسب. أنا شيعي وهذا يا ذوي الألباب ما يطلب. أنا شيعي ويا لله ما أحلاه، ويا لله ما أحلاه من مذهب. أنا شيعي غدا في الحشر لا ألقى لضي يلهب. أنا شيعي. تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم في القسم الثاني من برنامج تراثنا، أحييكم وأحيي ضيفي الكريم، حياكم الله أستاذ كمال مرة أخرى. حياكم الله، سلمكم الله. أستاذ كمال، يقال بأن المير داماد من صقل عقلية الملا صدرة من خلال نظريات وإنجازات غير مسبوقة من الحكمة، هل هذا هو فقط المصدر الوحيد الذي استفاد منه الملا صدرة في هذه الفلسفة وهذه الحكمة، أم كان الفلسفة اليونانية أيضا أخذت دور في حياة الملا صدرة في هذا المجال؟ في فترة أصفهان، نعم، يمكن نقول هو أخذ الكثير جدا من الشيخ بهاء الدين عاملي بالدرجة جميل. الأولى. طيب. ثم تتلمذ أيضا على يد مير داماد، ودرس تحديدا الفلسفة الإشراقية للسهروردي. وعنده في هجرته إلى قوم وعزلته في هذه الفترة التي امتدت إلى 14 سنة من 1025 إلى 1039 هجرية، هناك اطلع أيضا وذكر في بعض في 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 مناسبات في أسفاره الأربعة أنه وجد الكثير من اللآلئ في الفلسفة اليونانية، في أفلاطون، لدى أفلاطون وأفلوطين وغيرهم من الفلاسفة، أرسطو طبعا وسقراط، لكن طبعا الفلسفة تقترن بأفلاطون وأفلوطين أكثر. وتوصل إلى هذا الإبداع، توصل إلى أن الإلهام أيضا طريقا للمعرفة، عندما يصقل الإنسان نفسه
ويقول أن طريق الإبداع والكشف المعرفي لا يتم بواسطة البراهين البحثية حصرا، يعني وإنما هو يكون وليد المكاشفة والشهود، وهذه والإشراق الذي تلقاه بعد صفاء في القلب، وهذا طبعا وليد القلب المؤمن، القلب المفعم بالإيمان يتحول إلى مرآة صافية، وحينها يتلقى الإشراق والوعي. ورضوان الله على الشيخ العاصفي في مقدمة كتاب الهوى في أحاديث أهل البيت يذكر هذه النقطة تحديدا، ويدعو إلى التوسع فيها باعتبار تحليل الشخصية الإنسانية لست عناصر، من ضمنها القلب، وهو الجزء النابض في صدر الإنسان، والذي يتلقى الإشراق والوعي، كما أن الضمير هو الذي يمثل القانون الأخلاقي المودع في قلب البشر. فهناك تركيز على قضية القلب، والقلب حسب الكشوف العلمية الحديثة يشتمل على 40,000 عصب، يعني لديه قوة تفكيرية، 40,000 عصب موجود في قلب الإنسان، يعني 40,000 خلية عصبية موجودة. هذا أيضا، وأنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، بران على قلوبهم. فهو ينتقد الفلاسفة أيضا، وينتقد الفقهاء، وينتقد المتصوفة. الفقهاء لأنهم جمدوا على الشريعة وسدوا باب الحصول على المعرفة من خارج الشريعة، وأيضا على المتصوفة الذين لديهم أوهامهم الخاصة بهم، هناك تلال من النور يشاهدون، هناك لم يدرى، لا أدري، الكثير من بحيرات النور، ولديهم تصورات حقيقة، أوهام يعني إنتاج نفسي ليس له واقع خارجي. ولذلك بعض المتصوفة يذهب إلى أن الله قد حل في جسمه أو في كيانه، فيقول أنا الحق، مثل ما هتف الحلاج في عصره الذي أعدم سنة 309، أنا الحق، سألوه عن الله قال في جبتي، وهو معروف أنه هذه المقولة له، أنا الحق. في حين العارف الذي ينطلق من مدرسة أهل البيت، من حديث أهل البيت، دائما يفتتح حديثه هو الحق. ولذلك في سيرة الإمام علي سلام الله عليه، وفي حادثة بعد قيادته دورية قتالية لمطاردة الوثنيين، سأل النبي عند عودة المجاهدين والمقاتلين عن الإمام علي، سألهم كيف رأيتموه، قالوا حسنا لكنه لا يقرأ إلا سورة التوحيد في الصلاة، وكأنه لا يعرف غيرها. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا، فقال الإمام طبعا لأني أحبها، وتعرفون أن سورة الإخلاص من قرأها 3 مرات فكأنما ختم القرآن، هذه سورة عظيمة جدا، لأنها ماذا تقول؟ تقول هو خلاصة التوحيد، خلاصة التوحيد. نعم. إنسان عليه أن يفنى في ذات الله، أن لا يرى وجوده لوجوده وجودا، أن تذوب هذه الأنا. ولذلك أنه شر البلاء وإبليس عندما طرد من الجنة أخرج منها، جاء على أنا خلق، أنا خير منه، أنا خلقتني من نور ومن نار وخلقته من طين. هذه الأنا يجب أن تنتهي. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه يقرأ سورة التوحيد ويركز عليها ويثقف على قراءة سورة التوحيد. أيضا ملا صدرة عند في هجرته حقيقة هو يقول أنه اكتشف ينابيع النور، وأنه تلقى الإشراق، وأن الإلهام طريق للمعرفة، تحصيل المعارف، وألف هذه الأسفار الأربعة، هي أسفار طبعا اكتشاف للحركة الجوهرية، اكتشاف كبير جدا لا يستهان به، يعني انتقل العالم أو انتقل العلم إلى مرحلة متقدمة جدا، يعني اكتشاف للبعد الرابع، بعد الزمن،
يقول الزمان بعد كم من الأجسام على شاكلة الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والارتفاع. يوجد في الجسم بعد آخر هو الزمن، فإن الموجودات أو المخلوقات أو الكائنات واقعة تحت في المكان تحت مقولة أين، فأيضا ما واقعة تحت مقولة واقعة تحت الزمان تحت هذه المقولة أي متى. متى أيضا جزء من وجود الإنسان الأجسام. الأجسام نعم. وباعتبار الزمان مقدار الطبيعة المتجددة بذاتها من جهة تقدمها وتأخرها الزمني الذاتي، وهو البعد الرابع للأجسام. جميع الموجودات التي في هذا العالم واقعة لذاتها في الزمان والتغير مندرجة تحت مقولة متى، كما أنها واقعة في المكان مندرجة تحت مقولة أين. وأيضا الحركة، طبعا المشكلة كما يتصور ملا صدر أنه الفلاسفة فسروا الحركة مقابل السكون، يعني السكون مقابل الحركة أو نقيض الحركة، في حين ملا صدر لا يعترف بالسكون، لا يفسر السكون باعتباره مناقض أو مضاد للحركة، وإنما غياب الحركة يوصل إلى السكون. نعم هو السكون. نعم يعني السكون وليد غياب الحركة فقط وليس بالضد من الحركة، وأن الزمن واقع كجزء وبعد رابع في الكائنات في الأجسام كما هي الأبعاد الثلاثة الأخرى الطول والعرض والارتفاع. وعلاقة الزمن والحركة علاقة حقيقية، لأن البعض يقول أن الزمن هو وليد الحركة، وبعضهم يقول الحركة هي وليدة الزمن، ويقول أنه هي صفات حقيقية للجسم، يعني الزمن والحركة لها علاقة حقيقية. نعم علاقة حقيقية، لا يوجد زمان بدون حركة، كما أنه لا توجد حركة بدون زمن. الآن هناك جدل، حتى هذه اللحظة هناك جدل علمي حول حركة الأرض حول نفسها. بعضهم بعضهم النظرية الأمريكية تقول أن الحركة هي التي تولد المجال المغناطيسي. الألمان يقولون المغناطيسي هو من يولد الحركة. نعم لا، الحركة هي التي تولد المجال المغناطيسي في النظرية الأمريكية. الألمان يقولون بالعكس، المجال المغناطيسي هو الذي يولد الحركة. طبعا الآيات القرآنية تشير إلى أن المجال المغناطيسي هو الذي يولد الحركة، بدليل إشارات الفلاسفة المسلمين في طلعتهم ملا صدره. طبعا هو ملا صدره حقيقة هو الذي أشار إلى هذا المعنى. وألقينا في الأرض رواسي. الرواسي غير الجبال، لأن الجبال فلا ينظرون إلى الجبال كيف نصبت، نصبت عملية نصب طيب كأوتاد للأرض. هنا الرواسي إشارة إلى أي شيء؟ المجال المغناطيسي. الرواسي إلقاء، ولذلك المجال المغناطيسي قمت شاهقة جدا، آلاف الكيلومترات. إذا كان الجبل مثل قمة إيفرست ترتفع إلى 8 كيلومترات، نعم في جبال التبت، فإن الرواسي هو المجال المغناطيسي. ولذلك عندما ترسم الأرض يرسم المجال المغناطيسي للأرض، تشاهد أن قمة هذه الرواسي هذا المجال هي في 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 مسافات شاهقة جدا، يعني في ارتفاع شاهق جدا جدا يصل إلى يعني تقوم الكواكب الأخرى. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، فالميدان يحصل أن يعني أن لا تميد الأرض بفعل الرواسي. الرواسي هذا هو المجال المغناطيسي الذي يتحكم بدوران الأرض أن تميد بالناس. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم حتى تبقى الأرض ثابتة لا تتغير عن محلها وعن مكانها، لا تضيع في الفضاء، تنطلق في الفضاء، لأن محكومة بهذا المجال. وطبعا هناك
روايات. نعم هناك أيضا روايات تدعم هذا، قد نتناولها، قد نتناولها إن شاء الله إذا تحدثنا عن العلامة محمد باقر المجلسي، ربما نشير إلى هذا الموضوع بتفصيل أكثر. لكن حديثنا يقتصر على أن الإلهام أصبح طريقا لتحصيل المعرفة وطريق حقيقي، لأنه يوصل إلى نتائج يقينية بعيدا عن أوهام التصوف، بعيدا عن أوهام التصوف. الإلهام أشرتم له أستاذ كمال يحتاج إلى قلب إيماني على نعم فطرة سليمة صحيحة، يرتبط بالإيمان، بالإيمان. ولذلك نعم. المتصوف لديهم أوراد وأذكار غريبة عجيبة، وبعضهم يعني يصل إلى حافات الجنون. يعني أنا شاهد تجربة لهذه الأذكار مصورة تلفزيونيا، نعم، وأحدهم يعني شارف على حافة جنون، وكان شاب يافع، يعني بحيث أن الذي صور هذا اللقاء وصور هذه التجربة بشكل عام وواكبها عن قرب ألغى حواراته مع هذا الشخص، مع هذا الشاب الذي كان في 20 من عمره. يعني وصل بعد 40 يوم من الصوم والاقتصار على بعض الأوراد إلى حافات جنون. نعم يعني يتكلم بطريقة توحي أنه مصاب بخلل عقلي، يعني وصل إلى هذه الحافة. في حين عرفان أهل البيت، يعني أنت تقرأ مثلا مناجات الإمام علي سلام الله عليه، سلام الله عليه، المناجات الشعبانية، يعني تحلق روحك في الأعالي ويأخذك إلى منابع، ينقل الإنسان إلى عوالم أخرى، عوالم أخرى، عوالم حقيقية. نعم. عوالم حقيقية وليست أوهام للمتصوفة، بحيرات من نور وتلال من نور ومشاهدات، وهي ليست مشاهدة إنما هي وليدة ذهن مريض حقيقة. لأنه المتصوفة بالنهاية لديهم، تعرفون أنهم لديهم درجات، يوصل إلى الحالة القطبية وينتهي، يعتبر نفسه قطب. بينما الإنسان، تعرفون أن الإنسان، الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يعني هذه الحالات، هذه الآية الكريمة تصرح أن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. يعني الإنسان ليست على حال واحدة، يصعد وينتهي ثم لا ينزل، ربما يتقدم إنسان في، ربما يتراجع، ربما يتراجع في بعض الأحيان. نعم. هذا الذي آتاه الله الآيات بلعم الباعورة. نعم. الذي كبى به هوى النفس بحيث يجنده فرعون للدعاء على موسى، ووصل إلى درجة عالية من العلم، لكنه أخلد إلى الأرض. يا سبحان الله. أيه. فآتيناه آياتنا فانسلخ منها، سوء العاقبة. نعم، سوء العاقبة. وصل إلى درجات بحيث يستجاب دعاءه، لكن وظف هذه الحالة ضد النبي ورسول الله موسى بن عمران. وكأنه كان يقال عنه بأنه حتى يعرف الاسم الأعظم. نعم، يعني وصل إلى مراتب عالية، بشهادة القرآن الكريم. نعم. وصل إلى، عاصف سبحان الله، النتيجة هو أنه خسر الدنيا وخسر الآخرة. عاصف عفوا برصيصة، هذا العابد الزاهد الذي كان يعتكف في الدير، ووصل عمره لا أدري تعدى 60 أو 70، ناهز 70، ثم سقط في امتحان أخلاقي وانتهى أمره، بحيث سجد للشيطان وهو على الصليب. الله سجد، جاءه الشيطان، أنا الذي ورطتك، أنا أستطيع أن أنقذك، والشرط أن تسجد لي، لا أستطيع سجود، قال بعينك، فسجد بعينه ثم تبرأ منه. الله مثله مثل الشيطان، قال الإنسان أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. الإنسان أيضا، فالمتصوف للأسف الشديد لديهم هذا الهيكلية في، أنه يصل إلى مرحلة القطب، مرحلة القطب. نعم. يصبح يعني زعيما، ويصبح روحيا طبعا، ويبقى في هذا المكان يتنعم بهذه التلال من النور والبحيرات من النور، ولا ينزل. بينما كثير من التصوف للأسف الشديد
سقطوا كثيرا، بحيث بعضهم مثلا يقترح تطوير الشريعة أو وبعضهم مثلا يدعو إلى التجديد الديني، وبعضهم يدعو إلى البحث عن مصادق لكل المفاهيم القرآنية بلا استثناء، حتى لو أدى ذلك أن لا يبقى حجر على حجر. الله إلى هذا الحد هناك دعوات. هذه المعركة مستمرة حقيقة، الإنسان يبحث عن ما يبرر لنفسه. يعني الله، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن الله شاء أن يعبد، أن يعبد من حيث يريد هو، حيث يريد الله، لا من حيث يريد الناس. أما هذه الاقتراحات وهذه التفسيرات الجديدة والدعوات إلى التجديد الدين، تجديد الخطاب الديني، بحيث لا يبقى حجر على حجر، بحيث مثلا يقول بعضهم لو أن النبي بعث الآن هل تبقى الصلاة على 5 صلوات وبهذه الكيفية؟ هل نصوم شهر رمضان؟ أو هناك شريعة جديدة؟ ومتناسين هذا الحديث، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. للأسف الشديد هذا الصراع موجود، والإنسان يبحث عما يبرر لنفسه، وكلها من هواجس المعاد ويوم الآخرة. إنسان يريد أن لا يبعث، أن لا يحاسب. هذا الهاجس هو الذي يجر الإنسان، وحاول الشيطان أن يغريه. يعني هذا الطرح الذي يتبناه البعض هو تشكيك بالدين، تشكيك بالعقيدة، تشكيك تحت مسميات أخرى، تجديد الخطاب الديني تحت مسميات. نعم، تحت مسميات. نعم، تبرير الخروج على الشريعة، تبرير الخروج على الشريعة ونسيان هذا اليوم، يوم المعاد. فالإنسان يريد أن يفجر أمامه. نعم. يسأل أيان يوم القيامة، أو يقول أيان يوم القيامة. هذا هو الهاجس الذي للأسف الشديد يستغله الشيطان لإغواء الإنسان ودفع بعيدا عن حقائق الدينية. ملا صدر كان يفسر الدين فلسفيا، كما أن التأليفات الدينية تفسر الفلسفة الإلهية. يعني حتى في آية القرآن هنالك له تفسير ظاهري، تفسير عرفاني، هنالك الكثير من التفاسير في صفحات متعددة. يعني عندما يذكر مثلا تفسير له في سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، أو حتى تفسير في سورة البقرة للآية 16 تقريبا. يعني الصفحات المهولة في هذه التفاسير تصل إلى 552 صفحة في هذه الآيات البسيطة. وهذا كله تفسير ظاهري فلسفي عرفاني. التفاسير كانت، ولذلك كان هو أيضا له موقف من الإخباريين. يعني الجمود على الظاهر هذا خطأ كبير، يعني يقع فيه في رأي المفسرون في تفسير آيات القرآن الكريم، وأيضا الذين يحاولون تفسير الأحاديث الشريفة. يجب أن يعبر الإنسان هذا الحاجز الظاهري ليوغل في العمق أن هذا الدين عميق، فأوغل فيه برفق بحسب الحديث الشريف، أن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. والكتاب القرآن كتاب الله العزيز فيه بطون كثيرة، ولكن هذه البطون تحتاج إلى متخصصين. لا يستطيع أي شخص يقول أنا فسر القرآن من خلال البحث، من خلال الأحاديث، طبعا التزام بالأحاديث الشريفة. ولذلك لديه شرح رائد لأصول الكافي، الملا صدر لديه شرح لأصول الكافي، علق على أصول الكافي. نعم نعم، ولديه هذه التفاسير في كثير من السور القرآنية. الإنسان يجب أن يعبر هذا الحاجز الظاهري ليوغل في العمق ويكتشف الحقائق. انظر إلى تفسير إلى هذه الآية الكريمة، وهو القاهر فوق عباده، يستنبط منها ويستنتج منها ويستخرج منها قضية الحركة الجوهرية. نعم. التي تعتبر فتح كبير جدا في عالم الفيزياء، أيضا الفيزياء الذرية، فيزياء الكم، وحتى في الميكانيكا، في علوم، نعم، فيزياء الميكانيكا أيضا. وهذا حقل جدا، يعني الآن البحوث الفيزيائية الحديثة جدا تقول بوجود شعور للإلكترونات. يعني الإلكترونات لديها شعور،
وحصلت التجربة، يعني تجربة فيزيائية في المختبرات عندما أطلقوا 2000 إلكترون مثلا وتجاوب في من خلال شقين، من خلال شقين ألف من هنا عبر وألف من هنا عبر من شقين، طيب لديهم شعور، فتوزعت الإلكترونات سوية من هذا 1000 ومن هذا 1000 عبر إلى الجانب من خلال شقين، سدوا الشق بقى شق واحد، تدري ماذا حصل؟ 1500 إلكترون اتجهوا باتجاه هذا الشق، 1500 بقوا لديه شعور أن هذا شق واحد، يعني صح اللي حدث التركيز على شق واحد. يا سبحان الله. المفروض هو 1000 يعبر كما حدث في التجربة الأولى، كان هناك شقين، شق عبر منه 1000 إلكترون، الشق الآخر أيضا عبر منه 1000 إلكترون، لكن ما حدث في التجربة بعد سد شق أول الشق الأول أنه عبر 1500 إلكترون، وهذا يدل على أن لدي الإلكترون شعور. أيضا إلى الفلسفة أنه لا يوجد جزء لا ينقسم أو لا يتجزأ أو لا يقبل قسم إلى أجزاء، هذه أيضا كشوف فيزيائية حديثة جدا، حتى النواة الآن فيها أجسام أخرى، وهذه الأجسام أيضا ربما فيها شحنات أخرى والفيزياء لم تتوصل إليها، لكن أثبتت أن المجال ما عدا مفتوح. يعني هذه النظريات طرحت في القرن العاشر ونحن اليوم في هذا القرن يتحدث عن هذه الرابع عشر النظريات وصحة هذه النظريات. نعم. في القرن الرابع عشر ودخلنا على القرن الخامس عشر. نعم. هل هذه هي الفيزياء التي جاءت بالصدفة مثلا أم هنالك دراسات معمقة؟ حقيقة يعني يجب أن يذكر ملا صدرة. نعم. في الغرب يعني يعتبر هو حقيقة ممهد لهذه الثورة في الفيزياء الحديثة من خلال الحركة الجوهرية وإثبات البعد الرابع قبل أينشتاين. تعرفون أينشتاين اكتشف البعد الرابع من خلال النظرية النسبية في 40s، ربما قبلها في 40s، النسبية الخاصة ثم النسبية العامة. صحيح، ولكن يبقى الأساس الاكتشاف يعود وأطلق هذه المعادلة التي فجرت القنبلة الذرية، الطاقة تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء. يعني هذه مهد لها ملا صدرة حقيقة، وبشهادة علماء غرب، بشهادة علماء من الغرب أنه يعتبر ممهد لفيزياء الكم، فيزياء الميكانيكا، فيزياء الذرية، وهذه كلها مدينة حقيقة إلى ملا صدرة. نعم، يعني لم يبقى لدينا الكثير من الوقت في دقيقة، كان بودي أن نستعرض بعض أقوال العلماء في شخصية الملا صدرة يعني في عجالة، في دقيقة، في أقل يعني دقيقة. مثلا المعاصرين من كان في يعني الإمام الخميني. نعم. في كتاب 40 حديثا، ملا صدرة وما أدراك ما ملا صدرة، لقد حل مسائل المعاد، يشير لها الإمام الخميني رضوان. نعم. الله تعالى عليه، التي عجز عن حلها ابن سينا، وأثبت المعاد الجسماني إثبات، ورد على شبهة الآكل والمأكول التي هي التحدي الكبير للمعاد الجسماني، شبهة الآكل والمأكول رد عليها وفندها. وأيضا المظفر نقول أن كتبه الفلسفية تفسر الدين كما أن كتبه الدينية تفسر الفلسفة، وهناك توافق حصل في منهج ملا صدرة بين الدين والفلسفة جمعا، و حصل على هذا اللقب صدر المتألهين حقيقة. لكن هناك طبعا جدل حول قضية ملا صدر الدين الشيرازي أو ما يعرف بصدر المتألهين. نكتفي بهذا القدر أستاذ كمال، شكرا لكم على هذا الحضور، وإن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله لنا شخصية أخرى إن شاء الله نتحدث عنها. شكرا لكم، حياكم الله. شكري أيضا موصول للمشاهدين الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر البرنامج، إلى لقاء قريب، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.